متواصلين اذا مشاهدينا الكرام، مستمرين بالتواصل والانطلاق والتحدي. ها هي انطلاقات شوط الشوط مشاهدينا الكرام، الشوط 18 في انطلاقات هذا الصباح الجميل والصباح الاصيل، يحمل تحديات الجعادين الانتاج حيث تستمر الاثاره في ميدان دستور في صباحنا المميز وصباحنا الجميل، ليحمل مسافة الثلاثة كيلومترات بكل المنافسات وبكل الحب. بالتوفيق للأخوة المشاركين والمنتجين دائما في انطلاقهم وكذلك تواصل اندفاعاتهم في ميادين السباقات. نسير إلى البداية والمركز الأول وتحقيق الانتصار، بلا شك هدف منشود ومطلوب ومطلب جماعي. المركز الأول يتقدم الآن شاهين لسيف بن أحمد بن خريدة على صدارة الشوط. المركز الثاني يأتي مشاهد الأعزاء شقران لهزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الثالث يأتي الشهم هناك لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان من يأتي يحتل المركز الثالث من الجانب الآخر، أو سراب في المركز الثاني. المركز الثالث بن مضحية الآن يقدم لنا مهول عويضة بن حمد بن مضحية العامري، والمركز الرابع الآن وصل الطليلي علي بن عبد الله بن معدن الاجتبي، والمركز الخامس بن محسن الفلاحي. إلا أن هناك يأتي مشاهدين الأعزاء الدرعي، يتدخل حامد بن الصغيرون بن حميد الدرعي يقدم المنتصر ليحتل المركز الرابع والمركز السادس. وصلنا مسلم بالزفنة بن مسلم العامري يقدم شاهين في المركز السادس، والمركز السابع نصل إلى مهول عويضة بن حامد بن سيل بن مضحية. المركز الثامن، المركز الثامن هذا اللي تدخل شاهين خميس بن راهد بن عبلان الاكتبي، والمركز التاسع، المركز التاسع من الجانب الآخر مهملول لسعيد بن عبيد بن محمد الراشدي، والمركز العاشر هذا اللي يأتي مشاهدين الأعزاء ناصل مبارك بن راشد الخيلي. هكذا كانت النتيجة لمجريات وناموس هذا الشوط للعشر المراكز الأولى واندفاعها السريع واندفاعها المميز مشاهدينا الأعزاء. عودة إلى سراب، عودة إلى المركز الأول محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يأتي صعب المضمرين حتى هذه اللحظات إلى المركز الأول، لكن يأتي ناصر مبارك بن راشد الخيالي يتسلل إلى المركز الثاني، إلا أن المركز الثالث شوف الله هذا هو الشرس علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي يتدخل، وعبد الله ياتي يحتل المركز الاول وينتزع صداره هذا الشوط. يلا بنشوف راشد بن علي بن عبيد الاكتبي، ولكن المركز الثالث هناك ياتي مشاهد الاعزاء حامد بن صغيرون بن حميد الدرعي يقدم المنتصر يحتل المركز الثالث، ومع الشوط الماضي فاز بالمركز الرابع مشاهدينا الاعزاء اللي ما شفنا اسمه لكنه حاضر في هذا الشوط، واكيد بن صغيرون موجود راعي القوع، راعي القوع. المركز الرابع، المركز الرابع وصل الطليلي علي بن عبد الله بن معدن، لكن هناك اختراق للصفوف من قبل سراب محمد بن عوض بن سالم الاكتبي، ولكن مايد بن احمد بن مايد بن مطر الخيالي، مايد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي. الله هذا اللي وصلكم الصداوي، الصداوي الصداوي على المركز الاول عايش وناوي، هذا هو خذ المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع ياتي غدير بن عبيد بن علي الاكتبي يقدم لنا وابل وابل، والمركز الخامس هناك سراب محمد بن عوض بن سالم الاكتبي، ولكن عوده الى ناصي، عوده الى ناصي، ناصي في المركز الاول مبارك بن راشد الخيالي ياتي مشاهدي الاعزاء ليحتل المركز الاول وصداره هذا الشوط. ها هو امامكم في المركز الاول وصداره الشوط، ويا سلام هذا هو ناصي مبارك بن راشد الخيالي يحاول الصداوي يحتل المركز الثاني. هنا مايد بن احمد بن مايد الخيالي في المركز الثاني، اللحظات الاخيره، اللحظات المثيره. الله شوفوا 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 ناصي لا زال مستمر، ولكن الصداوي الصداوي، ولكن تهانينا والناموس للسيد مبارك بن راشد الخيالي على فوز ناصي بالمركز الاول. المركز الثاني الصداوي عيسى بن احمد او مايد بن احمد مايد الخيالي، المركز الثالث الشرس علي بن عبيد بن رشيد، والمركز الرابع، المركز الرابع سراب بن محمد بن عوض بن سالم مكتبي، والمركز الخامس، المركز الخامس مدلل حمد بن سالم اليديلي. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الاعزاء من خلال
الانطلاقات والتحديات، ولكن عودة إلى التوقيت الزمني وعودة إلى منافسة هذا الشوط، لكن عودة إلى التوقيت نشاهد ونتابع هنا ناصي مشاهدينا الأعزاء بالمركز الأول، وقدم عرض مميز. توقيت الزمني أمامكم 4 دقائق في هذه اللحظات المثيرة و33 ثانية وجزء 1 من الثانية. مبارك بن راشد الخيالي، تهانين على الفوز والانتصار. أما المركز الثاني كان الصداوي، قدم عرض مميز. يأتي مايد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، احتل المركز الثاني ب4 دقائق 34 ثانية وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما صاحب المركز الثالث فكان يأتي مشاهد الأعزاء الشرس لراشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، واحتل المركز الثالث ب4 دقائق 35 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لكل الفائزين في انطلاقات الصباح وانطلاقات الانشواط الانتاج.